بطولة في قطر؟ اي في بطولة في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة. ما ادري في احد شايف اصلا موجود ولا لا، بس حياكم الله يا جماعة. بطولة رياض سماشرز 110، معكم المعلق، معكم زانزا، ومعاي الاسطورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we're gonna start today. اليوم بطولتنا شوي صغيرة بس نهاميه ناقصة حماس، حتى لو انها صغيرة في حماس ان شاء الله. في عندنا الجيم الاول بين اكيوب وجيرتكس، اليوم حنلعب كل بطولة بيست اوف فايف لان البطولة عددها قليل، ونشوف ان شاء الله الحماس، نبي حماس كروم ان شاء الله. اوكي جو هيد. فكمان والله صراحة سوترو يعني خلنا نغير بس هذه. أهلاً سترونج، اليوم جيرتكس بيلعب بدارك بيت ها؟ ها جماعة الخير، كيف الصوت؟ إن شاء الله كويس. حياك الله سترونج ستورتي. معلق شكرا، بس خليني أحط التويتر. طيب الجيم بدأ الوضع شوي ايفن. بدأت الجيم 62 أبيات وشيد راشد أبيات ستورة. أوه شاشات، أوه والله في شجاعة من هكيو. أبي مو أبي قصي أبير جير. طبعا جيرتكس ما عنده فرصة يرجع. أوه هي مستب جديد. هي جديد جراب داون ثرو تونير. يا ساتر فين اعطاه فير، والله في شجاعه قويه من لا تنسى تشرب شاني فيصل ريس سمعت تفهم وينك فيصل عاد. او ماي جاد حلو السنايب فيصل ما يعترف فينا الا في دي كيز بس اما عرفت يجي فهمت يجي يجي جانن ويجري ذا الكل ويمشي زي غسان عرفت اسطوره والله يجي بدل يمشي الميم حقه ارسل لي اياه حق الباندا ذاك شو اسمه الباندا اللي اي دونت نو كانكفو باندا ذاك احسن ميم في التاريخ هاو تعرف اللي هاو اي دونت نو فيكم شباب تشوفون شيء؟ شوف فينا شيء شباب؟ جوت بيشحن جواله. جوالك وشو تايب سي؟ امسك هذا تايب سي. ما تبغى الكهرباء؟ ايش بك هناك؟ وترى هناك جوزف في هناك عند الكهرباء شوف هناك. ايه بس جست تشينج اليو اس بي وخلاص. بس اليو اس بي اوكي فهمت. Anyway. ما عندي اختبارات نصاب انا عارف نصاب فيصل اختبارات وشو فيصل ترى انا بديت اتلخبط والله العظيم الحين الدوامات حقت المدارس صارت عجيبه المفروض ان الاسبوع هذا لونج ويكند صح؟ لونج ويكند ايوه فيعني وش اختباراته؟ نصاب المفروض هو يشرب شاني هو والله يشرب شاني صحيح اسطوره تمام جوزيف؟ اوكي والله ساتر اسطوره اختبارات ميسي وين؟ اختبارات ميسي والله الله يسر يوم الاحد والله ميسي وين؟ ميسي في الفاينل حبيبي ميسي وين؟ والله في الفاينل ينتظركم والله والله شجاعه جدا قويه صراحه والله الحياه صعبه لان اي ثينك اتس بلس التشارجرز التشارجرز بلس كذا الحياه جدا صعبه كالعاده كالوس ايه فيه الحين عندي نهائي جامعة احنا لحظة الجامعة حقتكم اللي ثلاث سمسترات ولا سمسترين والله
سمسترين هم اللي عندهم النهائيات. اي سمسترين. المشكله ماني فاهم من كل الناس صاروا سمسترين وكل الناس صاروا سمسترات. في شوف مدارس كلهم ثلاثه. اوكي. كل مدارس. بس في جامعات طبقوا من المدارس في جامعات لا ما طبقوا. طب السنه الجايه بتكون 100%؟ لا. كل السنه الجايه كل احد بيكون ثلاثه ولا بيكون لسه في جامعه الملك سعود قالوا بيجربوا النظام، عجبهم كملوا عليه، ما عجبهم بيرجعوا سمسترين. جامعه الامام ثلاثه. جامعه الحرس اتوقع اثنين ما اعتمدوها، جامعه الفيصل اثنين ما اعتمدوها. اوكي. سلطان اثنين ما اعتمدوها، في جامعات ما اعتمدوها. وفي ناس اللي تأجلت اختباراتهم عشان موضوع الأرجنتين والسعودية. بس الجامعات لا ما أجلوها. أوكي. أجلوها بس ما خلوها أول أسبوع من الدراسة. والله يا أخي السيستم الحين مرة مضروب. تحس إنه في كيندر سبرايز والله العظيم. والله بجد. سالم الدوسري وفاز على الأرجنتين خلط الأرجنتين وخلطنا والله معاه. والله خلطنا. حلوة. أكيد حلوة. جماعة بس شيكوا على الار الاي براكت اللي شغال ولا لا. حلو ربي. يا اخي الداون تلت حقت سامس مرة كويسة. الحركة مرة ممتازة. حلوة. تمام ساتر الاسطورة. هنشوف بطولة القطر ايش طلع عليها. والله في شو اسمه والله قاعد يحرق حريقة. ترى البيت او الدارك بيت حقه مرة ممتاز. وعظيم الاب سماش حقتك والاساس حقت سامس كلهم تعيسات. كرونو ضد زايوب وينرز سيماي فاينل 0-0 اكشلي 2-0 الكرونو. اوه كرونا رجع يلعب. كرونا رجع يلعب. ايه كرونا اصلا ما وقف اظن يلعب بس انه ما يسافر اعتقد. كله ما شاء الله سامس تحول كويتي قطري ما كل العالم اكتشفوا ان سامس شخصيه كويسه تعرف لي. اوكي نايس. كانها كانت شخصيه زباله في بدايه اللعبه وهي من بدايتها وهي كويسه. لقيت ساعتك. ساعتك ايش ساعتك؟ خلينا كل مرة تنسون أغراضكم عندي وتورطوني ما يعني. لا تطلعون قبل تيكون. خلي النظام اللي ينسى شغلة خلال يومين ما ترتاح. حقتي خلاص. حقتي. صراحة ما لقيت يا ساتر أنا آسف بدور مرة ثانية بس ما في واحد ثاني نسى سلك بعد ونجيش بريسلت. حلو الموفمنت من جيرتكس. جدة عند السلامة. المهم ما لقيتها بدورها مرة ثانية. إذا لقيتها بعطيك جدة. لأن في شاب يحسون صندوق lost and found. يمكن دورت فيه البريسلت حق فارس ما لقيتها. يمكن حصل فيها ساعة حقتك. ساعة وش ساعتك صحيح؟ سمارت ووتش حق أبل. أبل واتشز. يا أخي أب سماش حق فيت تعيسة على الآخر. اوه حلو سنايب. والله خالد شجاع. سماعة مو ساعة. اوكي. اوكي. يا اخي دارك بيت في الديزادفانتج والله ما يسوي ولا شيء. يتقبل اي ضربة تجي. حرام عليك عاد دارك بيت عنده كم حركة كويسة تطلع من الديزادفانتج. عنده داون بي عنده المالتيبل تشامبس حقته. صحيح انه مو بخرافي بس انه هي ستيل هافز هاد ستاف. بعدين النير حقته نبذات سلو يعني فيها. كويسة. نايس. داون تلت هذه الخرافية يا أخي. فريم 6 وهيت بوكسها نصاب. اوه ماي جاد بلعها ولا صفر اهتمام. دارك بيت ماي. وصح صح سدي حقت دارك بيت مرة كويسة. وين لبي؟ اوكي. اشترت لاب سماش ايرونيكلي. اوه تعكس. لا لسه اوك اكشلي مات. واو اعتقد سوى شيء.
سوى شيء اعتقد ولا ما مو المفروض يموت واحد واحد اتوقع دي اي كان سيء شوي لا اعتقد هو سوى داون بيت داون بيت شفط على البلاست زون هذا هذا حسون اي حسون بس هو حسون عندي كارتينة مرة كويسة من الحين وين قاعد يلعب زلدة من الجنب ذا زلدته بعد كويسة اكشلي جنبه اتوقع يمكن اربع سنوات ما اعرف من هذا هو شكله موجود في هو ميجر ولا ايش؟ هو جيكدوم في الميجر ايه هو قاعد يتكلم احنا قاعد نضرب الجيم عندهم جيكدوم هناك في قطر ايش قاعد جيكدوم انه وقتها وقت كاس العالم ما حد يبغى يروح في الزحمه هذه يتورط جد اليوم اصلا كرواتيا يعني بس انا اقصد من المقصد ان الفتره هذه فتره كاس العالم يعني مش اليوم كرواتيا المغرب متى بتكون؟ كرواتيا المغرب بكره ان شاء الله مشتاقين لك على فكره كينج تاتا تاتا في الشات والله مشتاقين لك يا مروان مره 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 ما جاوا على الفيسي كم فايت؟ 3 اول توفي والله انا برايي ان كيربي من الشخصيات اللي مره اندرايتد في اللعبه هذه هي او ماي جاد حلوه هي هاز سو ماني جود ستاف جوينج فور هيم بس مشكلته الباد ستاف ار سو باد فما ما ادري ايش اقول لك باك مان يفوز عليه بيسكلي بس لانه شخصيه اقوى يعني باك مان ديستروي من ايفري ثينج فيعني صعب اني اقول لك ان الماتش اب كويس الماتش اب يعني باك مان بس لانه شخصيه احسن انه يسوي كل شيء يسوي كيربي احسن فهمت؟ Why would you pick Kirby وانت عندك باك مان مثلا نفترض لان باك مان عنده الفريم داتا عنده الكومبوز عنده السبيسنج عنده البروجكتال عنده كل شيء فهي will just win against him كذا عموما البطولة بس بفايف يا نعم كل البطولة يا ساتر هذول تكنيكلي هذول الاثنين توب 8 ها هو حلوة في الأسبوعين اللي بكون في الرياض RS ترى لازم على الأقل خمسة متى بتكون في الرياض تاتا January 26 في فاير 11 give or take ان شاء الله يصير خير بإذن رب العالمين تنور موان نايس والله حلوه والله شجاع والله عاد طاقه باكير حق سامس يمه تخوف كده فور ثرو هذا المكان اللي ما تبغى تكون فيه ضدك اكيوب على اللج هو يحطك في اللج ويلا حزر فزر حزر ودرب اللي وين بتروح يلا اختار الاوبشن وانا بعطيك بانش يس والله في شيء جاي بصراحه شفت جيرتينجز واكيوب كل واحد يعطي اوبشنز كل واحد يوم تجاه صراحة واحد يعطيك سايد بي حلو قلت لك حلو الريفيرسل ممتاز شجاع احملك يوم بدي ونعمل صراحة الريفيرسل ممتاز حلو التكتس حلو التكتس والله شجاع خال عندك في قطر من هذا اي حسون دمار يلعب بستيف ما كان يلعب بهيرو دمار اسمه لا اسمه اوكي الزبده انه يلعب اذكر كان يلعب بهيرو شجاع والله صراحه طالع يلعب الدوم لعبه مره اوكي نايس حلوه اذا ترى الى فرودير ولا شيء ما جت كان حلو التكتيس او ماي جاد حط بسرعه والله يا تاتا لازم تشوف قريب حاول تقول لا ترى انا باجي مصر اختاروا والله روح مصر
سويت اول بطوله لكم سماش ان ايجيبت ولا ما سويت شيء؟ كان في شجاعه جدا قويه. يا حلوة اعتقد مات. او اكشلي نيفر مايند اي لايت. حلوة اوه يا اخي. بيت مسكين والله مسكين مات. لا لس اوكي 2-1 لمصلحة اكيوب. حياة صعبة والله. والله حياة صعبة والله. حياة صعبة حياة صعبة والله. يبغى له شاني تشرب شاني. هذا حق الروقان. عمي وش موضوع اشرب شاني هذا؟ هذا شاني. هذا الشاني تعرف لما تكون عندك اختبارات. اوكي عندك سد. اوكي عندك هموم تشرب شاني. ليش شاني يعني بالذات؟ هو شاني مشروب يروق الاعصاب. انا شفت واحد في تيك توك يشرب شاني هو يذاكر سويت زي صوت صوت خلاص اروق. ما هذا خالد. خالد يحلق لهم ركعت حقك. ايش؟ لا سمستر الماضي. سمستر هذا لا استر استر على اخوك المسلم. اي نوبدي نوز. نوبدي نوز صح صح صح. انت انت حلقت الماضي اخذت عليه 100% صح؟ يا 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 من جد ما انت نوت فري فور. خلاص خلاص انا ام سبونسر باي زانز تامر وات. لا طبعا بفلس. طيب تامر سمعت نصيب الساعه. اوكي ان شاء الله بفلس قريب. انا حبيبي انا شو اسمه الحين عندي بحثت بجت الحفايض مني فضيلك. مالك قلت بنت ولا ولد؟ بنت ان شاء الله. او لو قبل ولا ولد كان سميت عبد الكريم. لا مع نفسك كنت بسمي حمود. اوه حلوة عادي اسمي ولدي دونكي كونغ تامر يصلح. عدم اهتمام كل كلم الوالد بس ما لي معي منكره. ما اعرف فهمت. I don't know who you اوه حلوة اكسر. اتوقع طاقة في سماش وشي زي كذا كان ممكن مات. اوه اوه صار سبوت. لا شجاع شجاع. حلوة يا اخي. سامس عندها ميزة وفي نفس الوقت شيء سيء انها هيفي وفلوتي. يعني احيانا كثير تطلع من كومبوز لانها فلوتي بس نفس الوقت احيانا كثير تصير لها جاكل لانها فلوتي. فما ادري عاد يرجع للراي اذا كان هذا شيء ادفانتج ولا ديدفانتج. والله اكيد كازيو. كازيو او ستيف واحد فيهم. غرلة عندها ادفانتج ست مرة ممتازة. اي مرة ممتاز بس ادفانتج حقها مرة سيء. يس كلهم عكس بعض. اوكي والله في 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 شجاعة. مشكلة هل تسمي كازيو ستيف ادفانتج نو ادفانتج؟ هو كومبو. هو كومبو. من اللي فاز؟ من اللي فاز؟ اكسبات ولا ناجي؟ كم؟ 3-1. ناجي متى ما هذا ناد زوز في لعب معه وانت ما عندك لعب. Whenever you're ready نادي زوزف ولعب معه. حياة صعبة. You're ready زوزف مع ناجي لو سمحت. أوفستريم ولا أوفستريم؟ والله تخيل بطولة كلها أوفستريم. شلون أخلى بطولة طويلة مرة؟ كم قعدت في التوب 8 في ديكي؟ أوه 3 ساعات. إيه طول خلص ساعتين قبل. خلصت واحدة ما وصلت. بس يعني عموما التوب 8 يطول في الستريم لانه يعني الاقيام بتاثر على بعض فهمت؟ ايش هذا؟ مات؟
من جد والله طق باك هيل على الرجل وهو داون بي ومات من جهه لجهه 3 1 مصلحه اكيوب والله يعني شجاع شجاع جدا والله احمد شجاع صراحه honestly the back last game when he reversed he yes. actually waited I expected an aerial he waited which is so good نلعب احمد كروم اوف ستريم ولا اون ستريم اون ستريم بنلعب الجيم انا وعبد الكريم على ستريم طب جيرتكس ونيفر هذا يو ار بلاينج اجينست تكسوفاز قال قاعد يلعبون المفروض انه بيلعبون
Start the battle. Donkey Kong. Daisy. Thank you.
كلماتهم اصلا لان اصابي نايف او لان عمري اللي راح تزرزر زرزر ها يا بس that's on me a very winnable set. ما قال لك من النتيجة ها؟ زوزف ما قال لك من النتيجة يا كفوف يطلع وراي ايش اسمه؟ والله لو دي كي بانش كانت موجودة خلاص كم ما سالي فيس قاعد تسمعني قبل شوي يا اخي ايش اسوي اعصابي توترت خفت اني اسوي عليكم باك حرام صراحه لا لا ما عليك ان شاء الله الحمد لله كانت كان اهم شيء قفلتها في الاخير في اللوزر سايد عندنا جيتكس ضد لوفاي وعندنا موزا ضد ناجي في اللوزر ستوبيت شوف هذا الما اوكي اكشلي هذا مو بنرز راوند سوري خلينا نظبطها الحين توكي باقي اندر جراوند توكي ضد كيوب اعتقد وينرز سيمي فاينل هذه الجيم هذا كثير كثير يلعب والعاده اعتقد اذا ما كنت غلطان انه يكون يعني انه 50-50 بين الاثنين يعني واذا كان اعتقد ان اكيوب في الفتره الاخيره اخذ يعني اخذ اكثر من جيم على توكي انلس انا غلطان يعني هو اكيد انه هو الجيم هذا يكون 50-50 بين الاثنين اوه نايس هذا شيء يحب يسويه كيوب دائما لان الشارت شوت تقريبا بلس اون بلوك فيطق بعدها اف سماش اذا سويت اي شيء يعني اذا ما هربت اذا ما احترمته حتجيك في وجهك اف سماش نايس اف سماش من توكي بانش على ابي ان شاء الله بعدين اوه نايس ابتلت تطق الليج وش صار على القطر خلينا نشوف تفضل لا والله في لا في شخص اسمه جديدو ضد كريمزون مون لويجي ضد ايزابيلا على الستريم اوكي انا ما نظرت الستريم اللي هنا كان صار شيء زوزف كان في كليب
اوكي. اه باكمان. اوكي. اوكي. اعتقد اذا ما كنت غلطان كل البروجكتالات حقت باكمان تدخل وسط التارت شوتس. اوكي نايس. حلو اختيار الميوزك، هم اتوقع اختاره ولا حطها راندوم. نايس اسماش. اوه نايس فير انتو فير. اعتقد الاجتراب واحد ممكن يقفل الجيم الاكيوب، لكن توكي قدر يرجع للستيج وقدر يحطه اوف ستيج، والحين عنده الاج جارد ما قدر يقفل الاج جارد، كان ممكن يكون مره مهم الاج جارد هذا. اوه حلوه 1-0 مصلحه توكي. زبده انتو اف سماش. ايش اسمه ذا؟ اي دير يو تو نيم مور اكانك ديو. زبدة انت اوف سماش. دائما دائما في اي مكان في الستيج يحط جا ها صح جاب باكير حقت روي بعد يا اكشلي. لا بس انا هم ديو لانهم يعني مع بعض قصدي ابي حقت لينك بس ابي ايش قاعد يصير؟ انا قاعد اطقون دوري ثلاثة قاعد يطقون هناك. روح افصلهم ولا قاعد يستمع بعض؟ يعني ار ذي فريندز ولا روح افصل؟ شكلهم اخويا قاعد يضحكون. اوكي روح اجردهم. اروح اجردهم الاثنين. ها ايوه ايش اسوي انت يا بس ما ندقق سلك يعني ايش تقول؟ نسينا سالفه سايد ايفنتس. ايش رايك سالي فيس؟ انت راعي سايد ايفنتس اليوم. ما عندنا نلعب ليوري براكت اذا احنا 9 اشخاص، فطلعنا سايد ايفنتس اول بلوتينا سايد ايفنتس. والله ما ريع دي كي فول دي كي ذا. اوه ذات ويل بي انترستنج. وفي الاخير كروم ما يفوز لان كلنا نلعب دي كي الا كروم. والله حياة صعبة، يلعب التنين هو، يصير الديك ضد التنين. لا لا بس والله من جد والله قدام. اي فوت فور اول بالو، زوزف ويل وين ذو، ديك اول ديكي. لا حبيبي انا ما تعرف الديكي حقي؟ اقوى ديكي في الحياة. اوه حلوة 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 اكشلي حلوة. يقول تسوي فيني فير فير، انا اسوي فيك فير فير. تقول لك الماتش اب هذا بينهم اثنين كان 50-50 او في المطبخ. فاحرام اي ثينك الماتش اب هذا 50-50 بين الاثنين. لا اقصد اكيو بتوكي. اكشلي انا قاعد اسوي الحسابات حقت البي ار. اقدر اكشلي اعلمكم كم النتيجه بينهم. لا بس خلنا نخرب بعدين ال هذا. خلينا نشوف ال براكتس. والله متقدم فرق كبير اكيوب. شكله الجيم هذا ممكن يكون له لس بينضرب بشيء كذا بايخ. خلنا نشوف الريكورد من اللاعبين ذولي الاثنين. ايش رايكم في الشات؟ من توقعون اكثر؟ توكي فيرسز اي كيوب. واو اكشلي 5-0 بس. خلينا نشوف السيت كاونت اللي هو اكشوال كم ايام انتهت. توكي هيد تو هيد مع كيوب. بشوف ذا سير
اوكي احط لك اياها. سم نايس. واحد واحد. طيب احنا ايش كنا نقول؟ احنا نبي نشوف الجيم هذه بينهم. اوكي سو 5-0 ار اس 3-0 2-1 3-2 3-2 2-0. يعني كلها كان يعني اغلبها كان كلوز. هذا ذس از نعم ست اولز جيم 5 يا بس يعني يوجوالي جيم 5 بس اخر بطوله كانت يوم 28 10 اللي هي ار اس 108 انتهت 3-0 و قبلها 2-1 3-2 3-2 2-0 2-0 بدايه السنه 22-2 اللي هي يا فاونديشن دي التورنمنت اللي هي 92. خشوا معناته هل يقدر اكيوب اكشلي يقفلها وياخذ جيم من عاتوكي قبل تنتهي 2022؟ يا مو يا اخذ جيم اخذ 6 اسف. حلو استخدام اكيوب للزير مره ممتاز صراحه. اخباركم يا شباب في الشات؟ دوينج جود؟ احد قاعد يتابع بطوله قطر في الستريم الثاني؟ كيك دوم يعطيهم العافيه شباب قطر صراحه على تنظيمهم المعتاد وافضل من الاكثر من رائع كالعاده. اوه نايس كان دي يسوي تك اعتقد كان دي يسوي تك في الشات في قطر. وينرز فاينل كرونو ضد كرونو ضد شو اسمه اس بي كي. عبد الكريم قاعد يدق علي ما كروم سم. اوكي معليش طفيت المايك لان كروم الاسطوره دق علي جوال. نرجع الجيم. الجيم هذا مصلحة توكي فرق تقريبا ستوكه كاملة مع الجرس الآن حيحطه في الليج وحيحاول يجيب الجرس. اوه حلوه ضربته الكي والهايدرنت. نايس شاتشوت يذبحه بالهايدرنت حقه. 3 اول مصلحه جيرتكس على لوفاي. لوزر اوف ذس نايس. اوه حلو الكومبو فير انت داون اير. سلام اوكي حلو اللي نستنى انه ما كانت مضبوطه من توكي كان توكي يبغاها على اللج. نايس 2-1 نصح توكي. فزت فيها متى؟ فزت جيم واحد انت؟ فزت فيها جيم 1؟ فزت فيها يو كاونتر بيكت انتو ات؟ يو كاونتر بيكت اجين؟ بعدها؟ لا يور لاست كاونتر بيك ما اعتمد انك تروح على باسم. و
لا 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 جيم نمبر 4 راشد اوكي اب ثرو اب اير حلو نستخدم اب اير بدل النير لان حتى لو غلط الاب اير يقدر يغطي الاوبشن الثاني بنير لان النير سريعه وتغطي 2 اور 3 سايد من باكمان حلو الشاركينج باب تلت سلام اف سماش اوه حلو دياي اوكي نايس لقط الجمب بعدين نسوى باك اير ممتاز من توكي ستيب باي ستيب مضبوط صراحه 2-1 لمصلحه توكي التخبيط هذا يزعج نايس باري حظك مره سيء يا سالي فيس معليه اوه حلوه اوكي اوه كان بيستنى يسوي توت دوج لكن توكي كان وايز انف انه ما يسوي توت دوج حلوة وخر عن الليج لو سمحت ابغى ارجع الجي الستيج ما ادري لو ابثور تذبح الان ولا لا اوكي نيفر مايند اكيد ما تذبح الان لان قبل شوي كان ممكن تذبح بالريج اوووو طيارة حلوة بس طب واحدة سلام عليك حلوة دخلت الزبدة في الستيج سلام حلوة اعتقد ما عنده جمب يمكن يخلص الجيم الحين ياس لقط البرتقالة واخذ باكير 3-1 لمصلحة توكي هارد لك الاي كيو بينزل لللوزر سايد عشان يباري موزا الحين بلعب انا وزوزف على الستريم ان شاء الله يلا زوزف من اللي ما خلص موز اي موز بس قاعد راح ينزل تحت راح يجيب المويه حقتنا
اوكي تست مايك تست مايك. زان ضد جوزف ما شاء الله ما شاء الله عليهم. ثامر قاعد يلعب مره كويس، لعبت معاه قبل شوي خسرت معاه جيم 3-1، لعب مره مره كويس اليوم. حي ثامر. حلو الباك ثرو، يحط جوزف بعد سيتويشن نير ما تضرب. اوه لا 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 جاء 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 جاءنا ضيف لازم نسلم. تستاهل تبي نقهويك ابو عقيلي، والله لو تبي نقهويك ابو عقيلي تستاهل. كم ابو عقيلي عندي انا يا اليوم زانزا قاعد يلعب مره مره. اوه مات. اوه انقذه، والله انقذه، كان راح يموت. صار في عمليه انقاذ. اي السلام عليكم عقلي موجود. رجعت بالغلط توني جاي مشوار طويل. فارس تبغى الكافي ولا بعد الست؟ هذا كرم اللاتيل انت قلت لي ياد. اي قلت لي حار، والله قلت لي حار قسم بالله. والله اخبارك يا ابو عقيلي؟ وش النظارات الكسخة هذه؟ اقسم بالله يا ابو جوزف. احمد متى تبغى نلعب؟ الحين؟ طيب خلص جيمك وقل لي. ايش اخبارك يا ابو عقيلي؟ خلص الجيم؟ طيب بسرعة بسرعة يا اخي. وش ذا؟ طيران هو طيران. طيب حافين بيطلع
I believe in you, Xander. Benoit. 3, 2, 1, go! شوف زازي هل عنده كلمة أخرى؟ طيب. حلو. تذكر حق بس بريات بس والله فاجئ. ايوه اوي حلوه
الضحية. الحين عندنا كوارتر فاينل لوزرز. متوقع. I'm just thinking if should I play them on stream or should I play Tokyo Joseph? Yes. كورتر فاينال اجل نزلت كورتر فاينال بين زازا و تكاتكس رجعتكم على المايك الثاني حق ريزر حق الفخمين فاين انديو كويس خاشو بس نبدأ المايك او دارك بيت خبر روب يعني ها ممكن سنفاجاني طيب زازا قاعد نمسك الكراب طيب حلو دارك بيت ايوه كمبوات قراب بعدين ما سواها ايوه استاذ قاعد يعطي حلو بوم اخي ايوه حلو في الطرف ممتاز اوه كاتسج ايوه ابتلت بعدين القراب عطى باك طيب حلو بيجي يطلق شكله يطلق هيز شوتينج طيب سوى سايد بي ما زبط طيب يحتري كلهم قاعد يحترون الثاني في اللج اي حلو شو اسمه ريفلكت طيب ايوه ابتلت ايوه حلو سايد بي طيب حلو انتفى الثانيه حلوه شغال سنا يا اخي تبعت سمكري يا اخي حلو 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 الحين زازا مفروض انه يستفيد من شو اسمه من الطلقه حقت السماش اتاك المفروض حلوه تلت بعدين بالبوم عم ايش ذا الله يرجع جو جيرتكس حلو بوم اوه حلو حلو هواش له لعب عليه طيب كمبوات المعتادة حقت بيت والشلة النير اوه صيد بيئة بس يا اخي متأخرة اتوقع لو سويها في الهواء احسن له يلا حية كفو والله ايه ما عليه ما فاهمين بعض حنا صصوا خلينا نركز مع الجيم ها فزت ولا خسرت لا 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 كذاب شكلك والله هذا
صدق الله كفو جبت قبل فايز من ذول الله يعينك. اوه طيب يطلق يطلق الثالثة لا اه حلو باكير بالبومرينج بوم اه فجر نفسه. طيب هي شكلها ضال كاتب اه هجت 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 يمدي يمدي زنزل الحياة صعبة قبل شوي بالغلط صارت. طيب خان شو رايك انت؟ ايوه الكمبوات الذي حلو 1-0 هول باستيون. طيب نرجع لذا يغير ولا يثبت؟ لا والله يثبت. فيبان تو وان بيكين الله يسبق له يسبق له على طول هجمة مرتدة. ايوه ايوه اوف على طول اول هجمة يا ساتر يفنشه. لا حلو 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 تحرجني يا اخي اقسم بالله يا اخي يا اخي موزة ذا يحب الاحراجات يا اخي. لا 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 اصبر خلهم في الخاص. لا خلها في الخاص بيني وبينك. سدي صاينة ما ينشاف اصلا. بشات سوري والله. يا اخي متعود على الباقيين يا اخي دائما اشوف المكان زحمة بس هنا ماشي فاضيين شكلهم عندهم دراسة. ولا؟ اوه حلوة. ايوه. هاي شغلته. طيب. الو. السلام. اوه. طيب كلهم قاعد يسحبون بعض بالغلط تاخر حلوه ما يسرد. ايوه يمدي يرجع ولا ما يمدي؟ اوه والله قدر يرجع. حلو 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 كيف الامور؟ الله يسلمك دراسه الله شق شوي. اوه ها؟ والله فرق عمي قاع عندنا كاتمة مش شغل مكيف صدق عندنا مكيفات بس انه ما حد يبغي يشغل حق العباطة. حلو وغلق اجيب لابتوب يا شاوريك شكات زين. حلو حياك حياك اوه وقع في الفخ ممكن احسن يسوي لي قراب بعدين ولا صح بدري عليه. اوه حلو ريفرس ابي حلو 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 مسكه. ايوه 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 قراب اوه حلو طيب اوكي دوج ارتج رامى طيره بالذي خلاص سبيس 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 يا وحش عطى بالاسهم عطى بالاسهم والله شغال قنابل مو بلازم هاي كرتكس جيبها ولا والله شغال ريفلكتر. طيب حلوه نايس نايس. طيب كفو الجيم توتر 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 كيف الحال توتر 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 هاي يجيب كيرتكس كيرتكس تجيب تعادل ولا زازا بيكمل فرق يدعس
هذا شكله ده رن زانزا. طيب ها جيتكس ايش بتسوي؟ اجت الله يا اخي توتر كلهم قاعد يطيرون بعض ايش ذا؟ واحد يسوي فينش هوب عجيب 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 الساعة توصل والله يا اخي اخيرا بقابلك عزيز بس فاز اوه جيرتكس فاز عزيز راي بقابل كان متحمس حلو واحد واحد الحين الروند 3 يا طويل العمر شو اسمه الحين بيلعبون الشوط الثالث ها يوم الاحد ارجنتيني بكل ذمه وضمير ميسي يستاهل ايه انا هناك انا احتريك مين الفرنسي كفو ها شفت شلون كفو تشجع ميسي يعني لا لا ما نبغى جحدات صدق والله غيرته نورني شوي جوالك شو اسمه خبر ايش كان هو اي هذا لا كان في واحد غير انا هو كيف على البركه كيف الاداء حلوين احسن شيء صيني 30 واط عمي وين 30 60 واط احسن شيء والله اي الله 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 باكير اوه حلوه زبط الكامبو كامبو الله اسف هيل يعني تخيل شفت الظروف شلون يعني امي قاسيتي اغرب سؤال تقول ها غريبه وين ما كنت جت فتره تلعب مع ربعك وكذا قلت الا قال مسوين اليوم قلت اي مسوين قال خلاص روح عندك عندي اخوك موجود هو اللي رجعنا قلت الله يجزاك خير ويدخلت الجنه عشان كذا جيت بعلق اليوم ولا جبت كنترولر اصلا فيعني ماشي كوره حلو حلو يا اخي كفو والله انا لي ساعه اسولف مع الشات واعلق هنا حبيبي والله كفو والله صادق لا ما سلك لك there is also five people please don't cancel the بي جاي في الطريق يلا زين خلصنا تعال اصبر ما شغلنا حقك شغلنا حقك انت جد واحد واحد اي واحد يا شباب اصل اول جيم حامي ترى مين في بالشات اللي موجود في الشات يرفع اصبع يا شباب السبابه ولا يعطينا لايك ولا نسمح بالكيف تصب والاشياء ذي تصبط ايوه حلو حلو الريد كان حلو احب الريد زي اخر ما بحث بي استو مومنت بي استو اي صح صح اما سيل شوف انا كان في عندي سؤال ابي اسال للشات بس دام سيل موجود ناقص ليه؟ نزلت 18 فوت بس اذا جاء بس ها ما مو جاي اصلا يعني سيل سيل بالله بس اطلع من الشات خمس ثواني وارجع سؤال بسيط بس والله في اللي برا يشكون بلوت وانا قاعد العب ضد ابندق اقول اسمع صن حكم وفي الاخير تكويشه ايش الله ذا لعب والله ما احب العب بلوت انا عارف اللي يلعبون بلوت بسيئات صراحه لا يعتمد على الخاطر اللي تسويته بس شوف انا عن نفسي ما اعرف العب بلوت زين بس افهمها مره يعني حلو حلو زانزا شكله زانزا شكله ناوي يتاهل زانزا ناوي يتاهل سيمي فاينل يتاهل ضدي بيكون في ريماتش بين طيب حلو تعسك زياده صدق زيادة ولا بيصدقك هو بيصدق الحكم ولا صدق اتوقع بيعطيك اشكل شكله اشكل نفس الصندره بس انه
تعطي خويك. ترى ما ما بلعب بلوك بس عارف إك أقوى شيء في البلوك. أقوى شيء إذا كان صن. وحكم هي الثالثة. خلنا تبغى لك تلعب بلوت فترة. والله بيبيك تعلمني بلوت. أبشر من عيون. أوه سطحها. تعلمني بلوت تعجيلي. ما عليك. أزهل. عندكم استراحة في شباب. والله ما عندنا استراحة للأسف. طب كيف تعلمني؟ لازم يكون في أربعة. هنا موجودين. ما عليك. أبيك طلعني محترف بلوت. لا شو ما يطلعك محترف بطلع لك مبتدئ هاوي. مبتدئ كويس كويس. أنا نفسي مبتدئ هاوي أصلاً. أوه حلو. أنا شغال تنتيف طق 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 طق. اعطاك مفاجأة والله. يا اخي شوف زنزة والله شفت وحظه مخيس اللي سوى الابي. اوه انا اسحب كلامي حظه زين شوي. اوه يا اخي والله جيم يوتر. انا متفاجئ قلتلك الحين قاعد يلعب دارك بيت توقعته بيلعب روبوت روبوت ولا الضفدع. ايوه وش شوفهم يترقصون في الماب. تامر مب معك اصلا شوف التركيز فل عمي حاط السماعات والله الله ما اوه جابه حلو والله يتعور والله صراحه 2-1 الحياه صعبه والله الحياه يا اخي يغنى يا اخي اسمع اسمع انا بدي اقص بيقوم يفقعنا اخي اسمع اسمع لازم نجمع رياكشنات اليوم اي لازم لازم رياكشنات كذا احط كاميرا خفيه رياكشناته احط استيكرات ولا ميمز لا ميمز احد لا ميمز قوي وش اسوء ميمز ولا واتس استيكر ميمز ولا وشو ميمز في السوشيال ميديا بشكل عام ولا استيكرات ينتشر في كل مكان والله شوف كل وحده لها ادفانتج استيكرات واتساب لازم القى ستيكر ما يتغير في كل الجروبات والله اذكر وقت كورونا في واحد كل جروب يجي واحد لابس ماسك كذا معقم يرش معقم عرفت واحد يسوي سباب ستيكرات معقمات كورونا لا غير معقمات كورونا شو اسمه يصير فيها سبه الواحد صار الحين حنا وقت التعقيم الجرثومه هذه قاعد تتكلم او يجينا بس الرئيس والبس حقته اللي صراحه البس حقته عرفت البس حقته ماشي سباب حكت لي شويه في الجروبات والله لقد ضحك صراحه انا احب اكثر شيء ميمز سبونج بوب والله ابن الحلال والله الله ميمز حقت شو اسمه السعوديين عندنا الميمز تطلع لي حلوه مره انا نفسي ترى زي استكرات واس شوت اوت ميجا بروك يعني خرافيه والله لازم تعرفني عليها يمكن اعرفها بس اني ما اعرفها اوف والله يا طيره والله طيره من نص من قلب من قلب زر البوكي بول اوكي بنزله حلو ها يعطي احلى داون تيلت لازم كذا النقشه بعدين النير النقشه بعدين النير هذه قاعده في بيت بس صار شكلها هج اخوانك نعان اللي كل واحد عنده ستايل في اللعبه عنده ستايل انا عندي ستايل طيب والله انت في واحد جرافيكس معنا الاجيل هو قصيمي شكله صح يدرس عنده في الجامعه تو فريش جاي فريش جاي اسمه معنا الاجيل صمعان معن معن قاعد اقول صمعان من ذا صمعان وش اسمه معن ما اعرف ما ادري واحد اسمه معن بس على الاقل انه قصيمي بس على الاقل تواصلت عشان الجامعه انتم يا عيال الاجيل ما توصلوا لبعض للاسف اوب حلو حلو زانزا شكلها بيعطيه احلى سترايك سترايك كله ايش سبايك 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 سترايك كلهم نفس نفس الفكره يقصفون بعض زي ما تقول انت بي ام ومرسيدس كلها المانيا اي كلها المانيا روز ومايباخ نفس الشيء كلها نفس الشيء كلهم عندهم كيسان كلهم عندهم مظلات لا مظلات ما اتوقع المايباخ كان كان شجاع مو بزي شجاع والله كل واحد شجاع انا شجعت عن نفسي من فترة في الالعاب بس لو تودوني صدق ولي ارقص لنا والله اقمط والله يبينا نروح كوره انت 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 اول شيء العب زين بعدين كلمني انا مو مره انت دقدق شوي على الاقل دقدق خمسة والله اقول لك يلا تم لا لا ما قلت اي ما سهله ترى انت بس تحتاج
تخيل بس قدرة معينة يا لا لازم تتخيل نفسك لازم تصنع عالم اوب ياخذها ايش الوضع معي يا اخي والله شوفه كش اب حتى الاب اير يعني تجمع شوي ها جو يا عمي شوف كينج زيم يقول ربع ساعة وعي يجي هلا مصدق شا كاتب هنا هي ترى كاتب ترى ثلث ساعة وصل إن شاء الله ما مالك إلا الصبر يا ابن أمين مالك إلا الصبر أبعطيه أحلى عناق شان أفا تروش يا أشوف أنا آخر مرة تروشت ترى أمس أنا في ناس أعرف اللي تعرفون تروشون بالعيال خاف تقصد شو اسمه الأجانب بشكل عام يعني أتكلم عن أمريكا الشمالية لا والله منهم يعني قصدي آسف الأوروبيين قصدي أوروبيين البعض وبعض ما نبغى نلم نركز بالماتش أحسن بعدين نكمل حبة داون سايد بي اسمعني كفو يا اخي والله في شجاعه ما في ماكو شجاع اوي ايه شوف هيت بوكس هيت بوكس غريب ويتاهل جيرتكس ضد موزه اقول لك يتاهل ضد موزه ايش جاك انت اقول لك يتاهل ضدك يا اخي ايش فيك اوكي عرفت الحين ايش تضحك ايه سجل لك اياها الله لعيونك وين هير وين هير خلاص اقول لك هير ترى ام نوت فورجيفينج يو انليس يو باي مي نوت 3 شاورما بس 3 جبنه منيش او سوري هيل اي ويل اونلي فورجيف يو فور نوت كومينج اف يو باي مي 3 منيش جبنه من ماما نورا نيكست تايم اوكي ترى حلوة ما نقش جبنة خرافية إذا طلعت من الفرن عظيمة so good تبغى تسوي زي شو اسمه حقين الأكل سحس وطقة أنا خايف أسأل على الاسم أنا موضة بس على الستريم سيمي وش وينوتس فاينل الحين حلو الوينرز فاينل بين توكي اند زوزيف بين توكي مع مين او تيو اقول حط الكلام حقه ولا محتاج توكي تي تو توكي لا هو يوجي ها اخرى يغير كنانات هذاك شوي ترى توكي انت وفارس يكتب بلاي اون ستريم ناو اي ثوت يو سيد ليتر فارس شوف اخي حط يوجي توكي في اكتب يو اي قاعد ادور حق شو اسمه زوز سي ار اصبر هذه ايه اي ما بعد جو الشبيبه كان تقول لي كيف امورك كيف الجامعه ساد تخيل اسمع خليني اقول لك
توكي اوكي اوكي تمام والله يا ابو عقيلي وحش اقسم بالله العظيم يلوموني فيك اوكي وير باك اجين نحن رجعنا من جديد عندنا توكي ماخذ باك وزوزف كالعاده روي يا اخي اتوقع لو بيغير الله نظاره لبدون اصبح نظاره طيب حلو نرجع من جديد تعرف انا صرت ملك الفلاشات لا يسمعني ابو فيان بس طيب خلنا نشوف اوه حلوة اسماش اخي كينج عزوز عيو يجي وش فيه شكله يستهبل طيب نرجع للماتش حي 3-2 اوه حلو 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 اوه اخ انت الحين قاعد تشوف جيم حق تعريق اخ لك ساعة تقول 5 دقائق يا عزيز يا اخي اسحب عليه مو بجاي ذا اوه باكي طب حلو النسبة 56 ذا صفر شكله توكي بيلقم زيادة ولا ايش رايك قلت ربع ساعة مرة اكثر من ربع ساعة يا اخي اوه زيد روب بالفراولة الحين فراولة دمجها شلون هذا اسمك قاعد ادور على اسمك عطنا المنشن يا اخي شلتك ابو عقيل يجيك شعر الله خلنا نشوف المفروض تجيني في ساعتي طيب نرجع اوه بالبل حلوة 2-1 تصكيك بالبلي والله غير البلي عمي شغال جاست بي نيتشرال بي ان بي
حلو حلو قاعد شكلك فاتح جوجل ماب وقاعد كيف بالثواني شكلها عندك. اوه حلو. وي شوف زين سوى داون بي تعطيني سبيس شوي. اوه الله يا اخي تخوف اخي توكي يا اخي حركاته تخوف. عقيلي وموزه موزه ذا كومنت يعني عندنا ما تعرف من الصوت والله. لا صعب لا صعب لا لا انا زعلان منه انا شكلي بعطيه باد. هات الماوس هات الماوس. لا لا هات الماوس هات الماوس. اصوصه ركز مع الماتش. ركز ركز مع الماتش. دقيقه ما عاد اصير لك كريدز في الاستراحه يا اخي. انا لازم اشوفك عدنان. عدنان ترى يفاقدك مات والله بالله. شوف ترى يعرفك بس انا ما اعرفني شوي. اي نو يو موزه. اوكي خلاص كويس سامحت. عاد عادي ترى سبلينج صح عليك بس زود جي. ايوه اوكي ايوه توفى توفى. لا لا هجد مرة دي شوف شوف بتجمع الحين بس مين بتجمع انا ما ادري. الوضع بتكون هد. اوف هوب. اوكي داون ثرو والله لو باكمان يا ساتر بجح بجح بالملون بالملون جح والله يا اخي والله يا اخي جح اكثر اداء تخوف حرفيا بطيئه ما تدري يا تجيك يا ولا تنشب الهواء فهمت. اوف والله علق 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 الهواء علق الهواء. ترجع يا دوك يا دوك ما ترجع للستيج. ابي حار قال لك ما ترجع للستيج. ايش قاعد تسوي ايش قاعد تسوي والله انك يا اخي فيك انت بس قدام يلا انا احتريك. شوف قاعد شوف اول ما تجي بعطيك احلى هق بس طبعا مو ما يبين 13 اكيد. ابرح حلال بس الله نرجع للماتش. اوف والله قاعد شيك على جواله. عم اسمع التعليق النايم بس ويجي تتراجع ستريب. اوف هوب اتوقي خاصة شكله ما حيعطي زوج الفرص بعد يا عم. انا يديني فجأة حمت ولا ما جبت يدي اصلا يا اخي قطع ابو القهر يا اخي. انا عادي امسك يدي. لا انا الحين متحمس اني العب الحين ذا. هوب والله عزيزي ام يبغى اليور براكت مستحيل يقول اليور براكت. كم واحد شوف مين بيلعب اليور براكت سوباز وكينزي ام بس اثنين. لا بس براكت جاي حق اليوري و مفتاح. اوكي ما ادري جاب ما ادري اوه طيب اه حلو 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 بالفراوله بال شو اسمه هذه بالهايدي لا نبغى بالعربي بالفايت حريق ايش طفايت حريق لا لا فايت حريق بس ما ادري ايش اسمه. ما بغيت اسميها طرمبه بس انا ما طرمبه بغيت اقول خزان. خزان 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 صح في خزان 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 ينفع ترفع تصير خزان ينفع يصير كل شيء. انت شو تدخل خرطوم يا الله توفى والله 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 الجرس يا اخي الله شغال 64 اوتك قلقا كيف تقل صوت القلق يا ابو عقيل وقا 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 يا مبو والله ما في اللي قلده في واحد اخر موجودين هنا من بلس والله يقلدها صح وش لا 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 بعيد انا في 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 فيها فيها تعرف اللي صوت عالي على صوت اعلى بدني صوت عالي بدون واطي صوت عالي بدون واطي. اه ما اعرف انا ما تعرف للاسف ما هي مغني انا عشان اسوي الحركه ذي. لا ما انت المغني. وصلت وصلت انا دحت تعال تعال حياك يلا يلا تعال الله بسرعه يا اخي او شيء انا ودي اتفاجئ ما ودي اتفاجئ او شوف اعرف انه دب شوي بس انه ما عليه. شباب هدوا والله 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 يا ربي توكي توكي والله مجهز كومبو الحين شوي. طب يلا خذ ادخل الحمام يلا والله انحشر انحشر 2-1 توكي اه من زمان شفت كومبوات يا اخي فقدت الله اني فاقد الشبيبه كلهم يا اخي. اوه الطياره من الكرزه مصروفها الكرزه بياكلها لا خلينا نشوف. ايوه يعطيها احلى فير دون دونير وي دون شو اسمه توفى
ضيعت ايش كنت بقول. عمي ترى صوتك طالع. لا ما انا قلت شيء. لا هو عد قورير المويه. ايه اوب هذه حقها وش اسمها. اوب 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 الجرس والله. اوكي الجرس والله. ذوك اليوم ولا توكي اليوم مولع صراحه. ها تشوف شكله بياخذ ال بياخذ بيختمها توكي ار اس 120. اوف راي كيوب واخذ منه وش اسمه ست. ها توني شوف والله جيم اخي والله تشوفني ضايع مره. عم حتى لعبه مزال عنها. هذا بس فراوله سموذي. سموذي فراوله موز. لا هذا لا اخي لازم سمع موز شيء طلع ثقيل زي كذا. والله ما ادري عنه وكيلي والله. جا 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 عزيز جا جا تفضل جا. شرف شرف صدق ولا ايش. بالله بالله اشر عليه اشر عليه اشر عليه بس اشر عليه. جا 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 عزيز ام وصل من القصير. اخي اقسم بالله. لا لا زين اخي انا اقول لك لازم احضان. اصبر لازم بالاحضان شوي. معليش الشباب كان في تحيه حاره لكينج عزوز. اوب توكي قاعد يجد بالمويه. حلو 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 والله. في رمي فراوله والله يا اخي. روي شغال تمسيك وقراب قرابات قرابات ما توقف. بس شكلها اي ما اتوقع ما يلقط المايك اصلا. طول كذا يا. ليه انا جاي متاخر يا اخي ايش فيك. وعددكم قليل مره. اجينا بدري. طيب وش ذنبنا. عددكم قليل مره. نرجع نرجع للست. عزيز من اول لعبه الحياه. شو سويت اوه 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 لا مستحيل. لا اهدى من كذا بس يعني اضبط. لا لا والله اتجارد على صفر. اتجارد على شغال فيرات ما توقف. والله اتجارد على صفر. توكي ما يمزح والله ما يمزح. اوف والله قاعد يعطي بيري 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 يا اخوك كذا في اليوم. ما تشوف طحله ما تشوف راسه. معليش زوزف سامحني تكفى. والله حياة صعبة. والله حياة صعبة. طيب خلينا نرجع. أنا أتمنى لأخوي جوزف. ليه؟ أنا هو أخوي يعني هو فارس كنعان يمكن كنعان. أوب والله يبغى يجيب. أوه شعرة. ما تسمع ذا مرة ثانية بس الحياة صعبة. أيوه حبب. أيوه. في سماش. ثانية. طمع لو أنه خلاه بيل كان أحسن. شوف يمين ويسار الجلجة. ما قاطع في فرص. اصبر شكل اشم ريحه ميلون انا. لا تفاحه اي صح ذا الكلام يا يا وريت ما خلصت. ها زوزف عندك كلام ثاني؟ عندك كلام ثاني اصبر له. بس والله الريد كان مره حلو. الحوار كان حلو بس ايه انا ابل زاديه كيف ذا دكتور صح. كفو يا الماء يا كفو يا الماء. انا شاعر بقدر شكلي بكون شاعر خلاص. اخي عدنان ترى توكي ما يعرف يهدي نفسه ما يطلق العنان. الله انت الوينرز فاينل. اوكي اوكي نرجع للجسم هذا السيمي فاينل لوزرز. قول لي كيف حالك عزيز؟ كفو والله
كفى ابغى من يعزز. نشوف قالتك سو مونستر. تسمعوني؟ نسمعك نسمعك. عند الحين وديك ها؟ صراحه للامانه ما اتوقع انه قالتك صراحه يروح. انا ممكن يفيد الماتش اب لانه الادجارد بيت مره توقع تعرف ذا الشيء انت. مفروض بس اني لا صراحه بس اني معتزل مؤقت. لا بيت يمسخر ذا الكونغ في الادجارد مره لانه بيت غير انه عنده بس خلك الجبات اللي ما تخلص. دقيقه عدي قويه انها تورط. عندي خبر حصري قبل شوي جانا جرتكس. ها اليوم تنانين اوف والله غير حور ريدلي. اقول لكم ليش حور ريدلي تذكر الفويس. نرجع للماتش. يلا شوف انا عن نفسي ريدلي ما اعرفه زين ترى بس نعرف انه غثيت. لا اتوقع لو يسوي دون سماش اسهل. جاء مكت جاء حيهم. لا والله خاص ياصل طويل. طولي 169 بالضبط. وانا احس ب 175 انت من كذا. انا على احا السلام صار شثاره الجدل ذي. ما نبغى شو اسمه سالت مومنت. الله جابه. لا وبالعكس بحاول اركز على التعليق الحين. كفو والله حاليا شو اسمه. ايه طم شوف الحين شلون بينقز بيعطيه سايد بي. اي والله نحاس بس انها هجت. لا اوه ماي جاد هجت حاليا متقدم. هجت حاليا شو اسمه قرد متقدم. مو فرق كبير لانه رجلي معروف انه من ضربه بسيطه يقدر يطير. قلت لي شلون تاخرت انت اليوم؟ انا ما تاخرت. ها حرفيا تايمينج. انت متخيل انه القطار حقي كان الساعه 6 اوكي كويس انه وصلت مع السحبه هذه. الله يحفظها كمان يعني. شوف على شوارع الرياض الحمد لله انها فاضيه يعني. على غير المتوقع كانت فاضيه. اوه شوف جمعه يعني كل الناس طالعين جو زين. المهم حاليا جسمي قام رجعي خليني اركز على التعليق. ما ينفي يا اخي لازم صح. انا ما شفتك ما قد شفنا بعض اصلا. اول مره اشوف بعض صديق الكتروني ذا. لازم نتعرف على بعض اكثر. لا انا بعد الاسف. اوب يبغى نركز على التعليق الحين. الجيم مره ايفن. يب بس موزا طبعا متحمسين هناك. اثنينهم مره متحمسين. يا اخي ودي اسجل فويساتكم بس ما يمدي. لا وات ايش سواء موزا تو موزا حاليا في ستيج. والله انا اللي شايفه يعني مستغرب منه انه جارتكس ما هو شغال عند جارتكس. حلو ذات ون نايس. اخي انا يعجبني يعني. انا اللي شايف انه جارتكس ما هو مره شغال في جارتكس. شوف اصبح احنا ما سجلنا الزينه لانه غير كذا بيت عند الارو حقه دايم عليه زي ما يبغى. بس لو عنده زوز مره تقدر تمسخر عيشه في الريد. قبل شوي بغيت اخلي زوز يفتح. حلوه السماش. طيب معليش كنت تسجل الماتش قبل شوي. يس والله خدع الطاير. اف سماش اب بريك 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 احضان ماكاتو موزه. انت ايش تتوقع يظلوا نفس الشخصيات ولا شوف جيرتكس شكله بيغير. اذا ما اذا كي في حال اذا غير موزه بيغير جيرتكس. والله شوف انا عن نفسي احس ممكن روب يسوي كويس في الماتش. وشوف للامانه ثلاث شخصيات حق جيرتكس كلها تسوي كويس. بس نشوف اتوقع انه البطوله هذه اصلا كل الشعب نوصل الشعب يخش. طب هل انت متابع لكاس العالم؟ دخل كذا بس. طبعا ما تابع كوره بس تتابع كاس العالم. كفو والله كاس العالم اهم شيء الكل لازم يتابع. حتى لو انك بتبلع على كوره لازم تتابع. نرجع للماتش. المهم جارتكس قاعد ياخذ المسافات حقته قاعد يرمي الارض. طيب ما شفنا اي ووتش. حلو الناس من موسى. شوف كيف اصلا بالاحضان بين يومين حرفيا دوبي جاي من القطار على التعليق على طول. وات لا مستعجل عليه موزه. حلو النيرس بعده. اوكي حلو الاوبشن هذا.
سماش كمان داعي بلغة بلغة شكله يا يمكن بالغلط بالغلط وين حتى في سماش هو بعيد مرة لا أتوقع كان يبغى سماش المهم أبتلت يمكن ده شو اسمه تلت والله الآن الحين شايف إنه موزة بس قاعد يمشمش لكن السلف ضغط السلف ضغط كيرتكس لكن كيرتكس يدير رد سريع ما بدأ يعني شكله إيش أصبح إحنا ما سجلنا نتائج ذا له الله شوفه طبعا عشان اذكر بالشات كلهم ون بيس عمكم شيخ مكت عمكم نعم صحيح اسطوره مكت هوب اوكي لا حاليا الادفانتج قوه عند ارتكس واضح انه حقها داون حقها داون 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 اسرع من كذا يا اخي اوه بغلب الله يمسكها مع وجهه لا انا كنت صريح معاك بدايه الجيم هذا مو بس قاعد صح ما شفنا قاعد يا وات ايش قاعد يصير شوف انا اقول لك موزا يعني انا كرأي شخصي اشوف شو شو بيعطي ريدلي حقه جيد ما هو ما هو مره كويس لكنه يدي مره كويس بالانتقال خايف مو زي بعض الناس بس المشكله انه يعني ممكن هذا الشيء بسبب انه ديك مين لكن احس انه هو اصلا تحس اي هيفي بيمسكه بيبدع فيه بس هذا من وجهه نظر عندي انا يعني ما دام يلعب ريدلي ودي كي ها ما يصنف هيفي في مره تسوقه وبس بس حجمه كبير يعني تصنفه تانك بالمنطق هو حجمه كبير لكن وزنه مو ثقيل حلو ها الله جيم حامي من اول شيء من انتهى الوزرز فاينل وش رايك انت ولا بعد الماتش اللي هنا بسقطع يا للامانه انا اتوقع انه الست هذا حيكون مره لان الحين هو مره رهيب بس ايه المشكله انه موزه مره قاعد يرمي يا اخي اثنين قاعدين يرمون لكن خل نشوف موزه ميزته انه صح انه بعض المرات تلقاه يرمي لكن اوب والله عطاه طعنه كذا بالاصبع صح انه بعض المرات يرمي لكن طيب حلو مبدئي نقدر نقول الموزه شكله بيته يبدأ من حصل شيء له يبغاه حرفيا مستحيل تفوز عليه. ما في غوريلا اليوم مرة. خرب خذ شو اسمه؟ خذ غوريلا يا شيخ خلي عيون. لا مو بغوريلا. طيب. خذ سيرفر طيب. لا هو. نس طيب. ليه؟ طيب. زعل علي عمي يقولك 400 يقولك يبغى له كورس بلوتس طيب حلو ماسك اخي ماتش غريب ولا بقول ماتش ما تحسه فيه غرابة شوي في غرابة مو مرتاح غرابة أحس إنه اثنينهم أجد اثنينهم مو مرتاحين سبب ما أدري يكره عشان ماتشات ريدلي ما أحبها أنا شخصياً بس يعني طارق أنا ما أتوقع هم يلعبوا مع بعض كثير ما أتوقع إنه لعبوا في شخصيتهم فأنا شايف إن اثنينهم مرة يعني كانهم مرة مو مرتاحين عادي كانهم كل واحد قاعد يحاول يستكشف شيء جديد بالضبط شلون ايوه لكن خل نشوف حاليا جيرتكس متقدم بالستوكات يقدر ياخذ الجيم هذا انه لو حنمشي على الريزم حق الجيم اللي فاتت كلها كان جيم جيرتكس بعد ما خل نشوف اجد حلوه لو سماش نفس الجيم اللي فات بالضبط خلاص واضحه موزه لا الا اذا كان عنده كلام ثاني جيرتكس هذا شيء ثاني ويطلع احلى كمباك في
في الماتش كله. اوب ما اشوف هذا صعب على جيم. اوب لا حد هذا حلو لكن اوه ستيل موزه اوه ما عندك تتوقعه ابدا بس انت تفاجئ شلون بيطق ويعطيه احلى نير شيء يضبط. اوه ماي جاد السماش والله بغيت تصيده يا اخي يا اخي موزه قاعد ما يصبر اقولك ان شوف النير عند ريدلي رهيب لغم بشبش انا اسف للجميع بس والله مبشبش قلت قل قلت ترى هم بيزعمهم بس حتى لو كمان اوب بص 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 في 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 عك بيصير هنا طيب ان اخر قاعد يمسك يمين يسار يمين يسار حلو سدد له لا شكله عنده كلمه ثانيه جيرتكس ناوي يتاهل او ماي جاد والله مو صغير اوب طير امه يلا يلا ها في تنهي ولا لا تتكلم ما خلاني لا تقول شيء يا اخي موترهم انا كومنتيتر معلق لازم اسكت لا بعض المرات يا اخي انت مرات كنت تتحمس وتشجع حاول لا شوف انا اشوف لازم ما تكون بايس ابدا انا انسان متحيز خلص بسرعه انا انسان ما اعرف اتحيز انا ما اعرف اتحيز كذاب ما اعرف اتحيز كل ما اتفرج ستريمز لازم الكاك تشجع واحد ولا يجيك واحد مره قوي تقوم تشجع ضده بالعين يا رجل انا اكفي اصلا ترفيه اخي ماش مالك في النكت لحظة توني فتح عيني اشوف نسبة 100% عند جيرتكس خير توني فتح او ماي جاد جيرتكس ما يمزح سدد له عطاه 180 درجة والله كان سبايك قريب لان انا لاحظت انه حتى الايام اللي فاتت كلها لا شوف اذا اصبر ستسجل اذا جيرتكس فاز هذه اول مرة يجيبها اذا جيرتكس فاز اتوقع موزا بيحول قرد لا موزا بني ادم على كلمته دائما ما حاولت مستعد غير كلمته سلام هلا وشو رايفلز والله رجع نفسي ما اعرف اضبط ترى انا حدي بس اسجل نتائج طيب كيف امورك؟ وش؟ اوه شعره والله انا توني كنت بقول انه هذه اول مره قلت تقوم تقدم استفهام بس مخلاني اصبر اوه والله انتفت 360 موزة كم باك ولا؟ ايه بالحالة كل يوم تقول حياة صعبة وتفوز هذا هو السر ايه قالها انا اخرب عليه الحين انا شغال حاول جيرتكس شغال اوب جيرتكس شغال هجت لا تسوي تجارب مشكلة ما بدي كوتشنج يا اوه ماي جاد حلو من عند كريم ها اوه ماي جاد لا تسوي شلون مش الذي ما اعرف كريم والله اشوف انا اشم ريحة سوي سماش بص بدينا بال نقطة ال اثنين الجيم شعلل ريفري اور سووو موزع عندك نام ثاني ها؟
الله شكلك كلام ثاني اعطاك بعد سيم ستيج سيم كاركترز ولا ايه كرام يد كل يس almost game 5 شيف حاير ولا هيل يا اخي اقسم بالله ترى ما اعرف اتكلم زين ترى بس المهم نرجع للماتش اوكي حاليا موسى عنده الليدز كثير زي ما انت شايف يعني جرتكس او بنت حصل كبار وصوله اوب ايش يا اخوان قرابات كم مره يفن حاليا قرابات نحتاجها والله اوكي عد بيت نحتاج قراب ريدلي اذا قاعد حامسك ما شباب تحديدا مره يحتاج يكون مره سيف لانه زي ما انت شايف بيت داونتل نير على طول يقدر يحصل كومب مره طويل و يعني اولمس انه يطير السكر اوب صك صكه بالبوكس فده الماتش اب حرفين عباره عن اختبار للموسم هل هو فنان ريدلي ولا لا مو هرجة فنان ريدلي لازم يلعب مره سيف لانه حرفيا غير كذا انه بيت مره يسوق على ريدلي في الفريم داتا صح يعني ضربات شو اسمه بيت مره صعبه ايوه الاوتماش سدد يلا رجعنا نقطه البنشات حقت ريدلي رجعنا نقطه الصفر الحين ريدلي حرفيا يحتاج يدري دان وخلاص كذا يرجع لكم مقام مودا 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 ها موازم عال ليد حليلي للامانه اوب الله يا شباب الله خلاص واضحه 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 ها هلا نشوف كرتكس كم باكر ولا ولا كلام ثاني اها اصبر اصبر شكله كلام ثاني لا لا ما عليك او بحب داون ما عليك ايش دخلني ما ادري احسك تشجع ما تشجع جن احساس ايش كمان فيني يشجع طيب اوب والله فجر بخشته اوب والله يصاده اها كيرتكس 1-1 1-1 ايش قاعد يصير؟ اوف والله يمسح مسك من الماب كله الله الساحة طيب اوه اوه انتفى انا اتوقع داون سماش من احد الطرفين لا طرف موزة دايم داون سماش بيت لا بتوقع بينجز شو بيقفز الحين او ماي جاد موزة والله اجاب موزة انا شايفه من اول قاعد بالعاني يسوي اف سماش بدل اب سماش طيب تاهل موزة 3-2 بس والله كريم عبد الكريم هل صح كلامي ولا انت من اول قاعد تسوي اف سماش عشان ما يتوقع انك تسوي اف سماش طيب نروح للوزرز فاينل بين موزا اند زوزف يا اخي قاعد ينط كبح تكبح تخبط في سماش المهم انه جبته حلو حلو عندنا الماتش الحين زوزف وموزا موزا نفس مكانك طيب شات ايش تتوقعون مين بيفوز طيب في الماتش هذا موزا ولا زوزف شوف زوزف صح ان احصائياته تقول انه هو بيتاهل اكيد بس انا اشم ريحه موزا بيتاهل بطريقه ما شوف 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 تقول لي كيف الجامعه معك كيف القصيم لا لا
الو الو شباب thank you for watching my game. I thank all 7 of you viewers. I had fun today for once. Okay bye. صفقة صفقة الجيرتكس والله انه يستاهل اخي تشات صفقه. طيب حط تصفيق كلابس سم كلابس بليز فور جيرتكس. او بيلعبون بيلعبون موزا وش اسمه وزوزف. هي بوي ابي العب ريدلي. نرجع للماتش. اي يا الله مبدئيا ما في فرصة ان موزا من الاحصائيات تتكلم تقول الموزا شكله مو متأهل. ف لا الله قاعد اعطيك فرصة. اصبر وشي ذا مو بسيميز لوزرز فاينل. اي يا حلوة. اوف سطحة وات واو. اي الله كذا باكين المفروض. واو طيب نرجع. هو من يوم ما طار سوى الفير هجت معه. طيب حلو كفو موزة. نرجع لروي. والله يا روي مسكه كفوات ما تودي قدر ينحاش. ايوه الله يخي تخوف الداون تلت. ايوه وحبه سترايك. عجيب. اي الله يبغت حلو. جيرتكس دي كي دي كي براكت اوه الله يسطحه. الله شكله موزة بيتأهل. الاحصائيات الاحصائيات لو نرجع نشوفهم بنشوف موزة خسران بس. اي يا اي الله سطحه. من بياخذ الروند. اي اوه الله يا شغال شو اسمه مصارع فيران كل شوي دي كي قاعد يحاول يروح لرايح جاي. ايوه شو اسمه الله يتوتر الله يتوتر. اح زوزف شكل باخذها. اخذها زوزف ولا شكل زوزف اخذها. ايوه حلوه خاطر شجاعه. اذا طولنا حلو حلو والله الماتش كان حلو. شجاعه شجاعه وين هي؟ خش عليه في عينه مو بلازم بكير عطى بالفورورد اقبع اهله تحت خرافي والله. عشان تعرفون يعني انا جت فتره لازم اعتزل بعدين ارجع اعتزل بعدين ارجع. هذا الموز ما تلعب في دي كي براكت الا لا طبعا. والله العنصريه مليون. انا عشان اعطيك بوكس يا داون داون. اوكي طيب نبدأ بنرجع للماتش الجديد. لا خلاص
جراب طق. نسمع طلب الرحمة من جهة أخرى، مو بلازم نرجع للكومنتري. طيب الله يا زوزك ماسك يميني ساحر الحين ما بعد اللمس. اللمس حلو حلو حلو. الله كان بيجي أحلى سبايك، بس سبايك 30 أتوقع بيرجع حي. أيوه أوه الله قليل حياة، والله والله قليل حياة. توكي وناجي شباب، توكي وناجي يلعبوا دي كي بليز، خلنا نخلص بسرعة. ايوه بالقراب يرجع ثانية يسوي ايوه هذا شكله بيسويها بيسويها. توكي وناجي لوفاي ومحمد لوفاي وين لوفاي؟ يلا صدقت امسك زين كربت لي عدران شكرا. ايوه حلوين هذا ستوك. اوب اوب ولا ياخذ الجيم ولا ياخذ الجيم. اح اح ادع ادع عمي 2-0. كفو نرجع لارس اصبر فاز على غسان اوف حول على شو اسمه سنيك سنيكو اصبر اصبر حبيبي الحين اترجعت رسمي كذا ما فيني علق الحالي اصلا اوكي الماتش هذا هو بطل عرض سنيك دائما موزي يحاول دائما كونغ ما اعرف كيف يكون هيت بوكس ولا هيت بوكس سنيك اقوى